طوليدو، أول مرة كنسمع بمقهى طوليدو. هذا مسجد غزال. أنا كنظن كما قال لي واحد الأخ هذا هو حي الوحدة وقيل. مقهى طوليدو أول مرة كنسمع مقهى طوليدو، يعني طوليدو هي طليطلة باللغة العربية، هي تتواجد بالأندلس. شوفوا هاد الألوان الخضراء على اليمين، شيء جميل، وعلى اليسار خلاو القيفار. يرجعوا ما رجعناش، مشينا طول من بعد عاد رجعوا. ان شاء الله العيش كبرت. انتم تبارك الله، شوف شوف البني، بني حديث العهد. ما شاء الله هذه المنطقة الخضراء، ربما هذا حي الوحدة. على اليمين ديالي المنار، وشوفوا تبارك الله المباني، أكيد غيكون شي واحد متابعنا من هذا السكن هذا يعطينا معلومات أكثر. هو مجانب للغابة ديال لايك بيكا. الله يكمل بخير. هاد الطريقة باش تعبد هاد الشارع هذا كتبان لي أفضل من طريقة ديال تعبيد بعض الطرق في المدينة، أفضل بكثير. وكنتمناو يكون شوارع المدينة معبدة بطريقة رائعة أفضل مما نرى. كاين البعض كان التعبيد ديالو جيد، وكاين البعض كان داكشي نص نص. الطريق راها مساوية مزيانة، أحسن من بعض، أنا كنقول بعض الطرق في المدينة. كتبان لكم شعبان في الأفق، على اليمين المنار. حقيقة هاد المناظر كتزيد من قوة الحرارة اللي كتبدا تشوف فيها. فوتو ربما على شعبان. احنا دابا في شعبان. تحييكم شعبان. فيها شعبان واحد وشعبان جوج، انا ما كنفرق شي. احد المقاهي هنا، تحيه لساكنه شعبان من جديد. هذا حمام شعبان، احنا رجعنا له عاوتاني. هو هذا نكملوا هنا شي شويه، لان ما دخلناش من هنا ذاك النهار. ربما هذه هي شعبان جوج. جميلة، يا سلام. شعبان شعبانة، وتحية لساكنة شعبان. كنحاولوا نشوفوا المناطق اللي ما دزناش من هذيك خلال الفيديو الاخير على شعبان.
احنا في حي شعبان العرائش، حي الذي يبعد عن مركز المدينة بحوالي 4 كيلومترات. حي شعبان لاصق في الحي ديال المنار. حي شعبان هو اللي فيه الشركات، شركة ديال بروكيمار، الشركة الأصلية ديال معمل الصباط. المعمل ديال الصباط كاين الأصلي، كاين في شعبان بروكيمار، وكاين فرع في هيايضة سميتو بوريلار، وفرع في القصر الكبير سميتو الريكيبير، كلهم ديال الصباط. الحي الصناعي راه كاين في شعبان، كذلك كاين الشركة ديال الحليب جودة، كثير من الشركات ما نتذكرش الاسم ديالهم، كانت فاشيون لاغاش ما عرفتش واش باقا ولا مابقاش، ديال الحاج البرناوي، معمل ديال الجين. كافي ريان، اول مره كنسمع بكافي ريان. مطعم البركه، رونو على اليمين، رونو داسيا على اليمين، مطعم البركه. هلا يخطينا ويخطيكم بركه، ان الله سبحانه وتعالى يعطينا البركه في المشي، البركه في الاكل، البركه في العمل. مخبزة وحلويات اسماعيل، مدرسة معاد بن جبل، مدرسة معاد بن جبل. تحية لكل أطر، أساتذة، مدير جمعية لمدرسة معاد بن جبل، كل المدارس في مدينة العرائش. هذه الأرض ليست للبيع بلا مشاكل، بها مشاكل. يا سلام، هذا هو الكلب. شركة دريفال ديال الأدوية، من هنا كتجيكم الأدوية، إلا ما كانتش في الفرماسية من هنا كتجيكم ريفال. أشوف إن وصلتنا الأقدار، حي الصناعي غرينور، غرينور. هذا هو الحي الصناعي، حي صغير غادي نخرجها في الخلا والقفار. الشوكة على اليمين والشوكة على اليسار، قال لي هذيك واقيلا الغابة الأوسطى لهذيك. شوف من شعبان فين خرجنا، في حي الصناعي. حي الصناعي شوف فين خرجنا، حرارة خوتي هنا زايدة، زايدة واحد شوية. فعلا هذي غابة الأسطل، الطوبيس ملي كيبغي يجي بابا من البنات الخدمة هنا في بروكيمار، الشركة هنا راه كيدخل من هنا، يدخل من هنا وكيخرج من هنا. شفتو على دخلة غابة متوحشة، ها فين خرجنا. خرجنا في الطريق الخضراء، الطريق الجميلة. هذا الشارع اللي كيدي لوتورود، هذا الشارع اللي كيقصدوه الناس اللي كيبغيو يتريضوا يجمعوا الصحيحة ديالهم، كيجيو حتى لهاد المناطق هادي، كيسلكوا هاد المسلك هذا بافي، لأن المسافة ديالو طويلة تبارك الله. تحرك مع راسك ورجع، ضرب واحد 5 كيلومتر ذهبا وإيابا. صحة وراحة.